سلامات. مش مهم الحب من أول نظرة، المهم الحب من أول حقيقة وبعد أول استحقاق. بحبك حلوة أنيقة رشيقة، بتتزوجوا بتحملي بتسهري بتكبري بتتغيري، بعده بحبك مثل ما صرتي مش مثل ما كنتي. بحبك مثل ما أنتي مش مثل ما بده إياك تكوني. بحبك الصبح وعشية، بصحتك بمرضك بتعبك بنضارتك بتجاعيدك بترهلات جسمك بالأثار على جلدك بعد الولادة. وإذا صار معه فلوس ما بفتش على عروس أو حب جديد مع حدا جديد. بالمقابل أنت معه على الحلوة والمرة، بتشوفيه شريك حياة مش كريدت كارد. إذا تعب بتسنديه، وإذا مرض بتداويه، وإذا فقر بتحمليه، وإذا ضعف بتقويه. إذا هيك هيدا هو الحب، بقصد الحب الحقيقي. قولوا الله. الماسونية جمعية عالمية بيكتنفها الغموض، تضارب المعلومات والكتير من السرية وعلامات الاستفهام. ما بعتقد رح نقدر نعرف كل الحقيقة بدقايق، لكن رح نجرب نطل على البنائين الأحرار من خلال ضيفي الماسوني وائل حمود. أهلا وسهلا أستاذ وائل حمود، خليك مرتاح. أستاذ وائل حمود، حضرتك ماسوني من أكثر من 10 سنوات. أكيد. الوالد كان ماسوني، بال2006 قررت تنضم للماسونية. أكزر. علماً أنه الوالد ماسوني ما رحت لعنده، قررت تروح عند حدا تاني، ليه؟ هيدي تحدي بيني وبين ذاتي، إذا بنجح أو ما بنجح. ليه هي الماسونية بحد ذاتها خطوة فيها تحدي؟ أكيد، وجرأة. شو اللي خليك تروح على الماسونية؟ الاستكشاف، بدي استكشف شو هو هالشي. طب ليه ما بدي اعرفه؟ ليه مش بكون فيه لاقدر شوف شو هو؟ ما كنت تعرفه من خلال أبداً. الوالد ابدا. ليه هالقد اكيد ما سرية اكيد. يعني تصوري عندك حدا، انت افتراضا خيك ماسوني، افتراضا ممكن انت ما تعرف يكون ماسوني، بس واذا عرفتي بيجي بيخبرك اكيد. لا، ليه ما بده يخبر؟ نو واي. ليه؟ لانه لسبب بسيط، هي لازم يكون في عندك كتمان. سريه كتمان اكيد، يعني لتوصل للنجاح. يعني سر النجاح هو السريه والكتمان. اكزاكتومون. هيدا بس هيدا بيعطيها غموض، والغموض بيحط طول ما انت برا تساؤلات. ما هو طول ما انت بغاطة اكيد حيكون في عندك غموض. طب كيف بدك تفوتي لتعرفي شو هي هاي؟ طب كيف بدك تقنعني لادخل على الماسونية اذا انا ما عندي ولا جواب على ولا سؤال؟ تقنعك لوحدك. ليه بدي اقتنع؟ اذا انا بدي اجي هلا اقول لك هيدي الاكله بدك تاكليها وانت ما بتحبيها، في اغصبك تاكليها؟ لا اكيد. فضوليتك. كل شخص ماسوني هو شخص عنده فضول؟ اكيد. شو شروط الانتساب للماسونية؟ ولا شيء، تكوني متعلمة، يكون عندك good reputation، سمعة جيدة. أكيد سمعة جيدة. وتكوني أهل بعد التحقيق معك بطرق معينة، بعد الانفستيكاسيون اللي بيعملوها عنك، لو كان عندك بي أو خي. أهل شو يعني أهل؟ تكون مؤهل لتدخل مؤهل. على الماسونية. تكوني متعلمة. نعم. ومثقفة. في ناس مثقفين منهم متعلمين، في ناس متعلمين منهم مثقفين، ما فيك تربط العلم بالثقافة. ويكون أهل للسر للثقة. للثقة أكيد لازم تكون فوق 18 لتدخل أكيد. على الماسونية أكيد. سليم العقل 21. والجسم 21. سليم العقل والجسم أكيد. حامل شهادة جامعية؟ لا ما ضروري. من شوي قلت لي متعلم. ما ضروري يكون معك بي اتش دي او يكون معك دبلوم او ليسانس. ممكن تكوني عامله انت باكتو.
وعامل ايكونوميك لنقول، او عامل كوميونيكيشن، او عامل كذا، ما ضايقوش تكون انه اخد ماستر. حضرتك لاي دين تنتمي؟ مسلم سني. لما دخلت على الماسونيه اقسمت اليمين على القران الكريم؟ اكيد. شو كان القسم لو سمحت؟ بتحفظ. ليه؟ هون دخلت بخصوصية بأسرار. ليلى بدي أجرب أعرف من خلالك أول وعرف شيء. المشاهد على هالعالم الغامض. حعرفك. تفضل. الماسونية هي فيها من جميع الأديان. المسلم عنا هون بلبنان بفرقوا بين السني والشيعي وال 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 خلينا نقول مسلم، مسيحي، مسيحي، يهودي. مسيحي، يهودي، ما عنده دين. بوذي يمكن يكون. انتبه. الملحد هل يستطيع ان يكون ماسوني؟ ملحد لوحده. مش عنا. البوذية هي ديانة. ما خصنا. ما خصنا بالانسان اللي بيكون ملحد او بيكون من اهل الكتاب. هو بس يعترف انه في الله وما بدنا منه شيء. يعني الملحد غير مقبول بالماسونية. اكيد. اذا ما بيعترف في الله ما بيفوت. طيب. فيكون مسلم سني شيعي ايا كان او مسيحي او يهودي بيبقى على دينه، كل واحد على دينه، وبيقسم قسم الماسونية وبيدخل في قسم الماسونية على كتابك، على كتابك المقدس قسمك، يعني مسلمي على قرآنك، مسيحية على انجيلك، عهد القديم مش عهد الجديد. شو يعني؟ في الانجيل عهد القديم وفي انجيل عهد جديد. نعم. بتحلفي مسيحية بتحلفي على الانجيل العهد القديم. نعم. اوكي. الماسونية اخدي كل شيء من الاسس. ليه مش على العهد الجديد؟ ما عم بقول لك كل شيء اخدته الماسونية من الاسس، حكفي لك. نعم. القرآن للاسلام، الانجيل للمسيحية، والتوراة للدين اليهودي. الانجيل العهد القديم. عهد يعني القديم. التوراة. لا. في فرق. قصدك التلمود. في فرق. لليهودية. في فرق. شو الفرق؟ بلشت تفوت بالديتيل. هيدا الهدف، بدي فوت بالديتيل. في فرق. بدي ادخل في بالتفاصيل. في فرق. الديانة اليهودية بتختلف عن الديانة المسيحية. صح؟ نعرف. في خلاف هيدا الشيء. معروف. والديانة المسلمة بتختلف عن اليهودية وعن المسيحية. نعم. صح؟ نعم. بس ثلاثتهم بشكله شو؟ شو؟ الله، نوحد الله. شو ما كان ثلاثتهم عم بيدعوا لتوحدي الله. ما فهمت منك ليه العهد الجديد ممنوع نحلف نقسم عليه بالماسونية؟ يا حبيبتي يا مدام ربيعة، هن اسمهم المسيحيين وفقا او تبعا للمسيح. اكزاكتلي. والعهد القديم وفي العهد الجديد. صح؟ بالاناجيل في عهد قديم وعهد جديد. ولكن المسيح اليوم بيتبع العهد الجديد ولا يتبع العهد القديم. بالماسونيه لانه الاسس بتبلش من الجذور بيتبعوا العهد القديم. هو منه شيء غير عن العهد كأنكن الجديد. كانكم عندكم مشكله مع المسيحيه أبداً. مع العهد الجديد في أبداً المسيحيه. ابدا 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 ابدا. شو مشكلتك مع المسيح؟ ابدا. سيد المسيح عنا اياه مبجل نحن بالمحفل. مبجل. وله أشياء كتير كبيرة عنه. شو هي؟ مثل؟ شو؟ بدك تحكي؟ بدك تقول؟ يقال إنه الماسونية نعم لا تعترف بالأنبياء. لا. هذا الخطيئة، مش ما بتعترف بالأنبياء. الخطيئة مش الخطأ. لا، خطيئة هي، خطيئة عند كل العالم. فسر لي. الماسونية هي بتعترف بكل البشر. وبتعترف بالأنبياء بس ما في أنا أله النبي وما في أنا عفواً أنا مسلم. هيدا اللي بيقول لك وحية النبي. ليه؟ بشو أحسن من النبي؟ مثله مثلي. اختارنا شو النبي بالنسبة لإلك؟ إذا بتريد أول شيء أنا مسلم صح؟ نعم. الملقب بالنبي هو اللي بيتنبأ تنبؤ صح؟ نحن في عنا آية لا إله إلا الله محمد رسول الله صح؟ نعم. النبي محمد رسول عم بيوصل رسالة مش أنت وحيد الله. نعم. منه نبي بالنسبة إلي أنا. شو بالنسبة لإلك؟ بالنسبة لإلي رسول.
رسول من عند الله، الله بعته اختاره، هيدا زلمه امين صادق، ادم ابن بيت ابن ناس، ما عنده كذب، ما عنده كذا، ما عنده كذا. بالنسبه لوائل حمود الانسان ام بالزبط. وائل حمود الماسوني؟ لا، بالنسبه لوائل حمود الانسان، بالنسبه لوائل حمود الماسوني بدي احترم كل الانبياء اللي نزلوا مشان توحيد كلمه الله. نعم. على الارض، لان ما في شيء اسمه مخلوق بدون خالق. بدي انا اول شيء احترم هيدا الخالق، واتفر شو بيتسمى الله، إيل بالعهد القديم، اكس واي زد، بدي احترمه. مهندس الكون الاعظم اكيد، والعين الساهره التي لا تنام. وهيدا الهاله اللي سميت بالله، هيدي ما في انا همشها ابدا، لانه خلقتني وكونتني وعطتني الحياه. طيب كيف انا بدي انا مثلا اقعد اقول وحيه النبي وحيه، سوري ما تاخذونها، وحيه المسيح وحيه الله؟ الماسونيه بتدعي لتوحيد كلمه الله بس. من هيك الانبياء غير موجودين بالماسونيه. اوف اوف اوف. شو اشرح لي؟ شو بدي اشرح لي؟ كيف بدي اشرح لك؟ موجودين؟ اكيد اف موجودين. اف موجودين. نبي سليمان بصفتهم شو؟ نبي سليمان. شو هي الصفة؟ نبي سليمان. النبي سليمان اللي نحن ركيزتنا وهيكلنا الداخلي بيكون مثل هيكل النبي سليمان، شو هو؟ يعني النبي سليمان وبس فقط؟ لا، المسيح. بسألك سؤال. أنا شغلتي هون. جاوبوا عليه المشاهدين. اسأل، ما جاوب. أنا بدي أسألك. لا. جاوبوا عليه المشاهدين. تفضل، أوكي، أوكي. بالديانة الإسلامية وبالديانة المسيحية. نعم. المسيح ظهر برسالته من 30 ل 33. صح؟ نعم. من 12 سنة اختفى لعمر 30، وين كان بها 18 سنة؟ أنا ما بجاوب، بليز. هون في عدة أجوبة. إذا ما في أجوبة. أكيد. لا، في عدة أجوبة. كل الأجوبة بجاوبوني هن كلها خطأ، 90% حتى من إخواننا. أنت برأيك خطأ، أعطيني جوابك. ما شو جوابك؟ ما في أعطيك جوابة. لا، بهمني أعرف جوابك. أنا في طالما عم تقول. لكن أنا في شيخ قعدت معه قلت له بعد 5 سنين أعطيني الجواب، قلت امبارح قطعوا الخمس سنين دقيت. هل الماسونية بتعرف سر اختفاء السيد المسيح من 12 سنة ل 30 سنة؟ أكيد. خبرونا إياه هالسر. وجاوبوا هالبشرية جماعة. الفاتيكان والكنيسة ما بتعرف. هيدا السر. الفاتيكان والكنيسة ما بتعرف. بهمنا نعرف، نحن البشر العاديين ما بنعرف. ما بتروحوا بتقدسوا بالكنيسة. المسيحيين العاديين اللي عم بيتابعونا الليلة ما بيعرفوا. أنا ما بعرف كغير عظيم. كإنسانة. يكون عندهم فضولية ويتفضلوا بيعرفوا. بيتفضلوا لوين؟ على الماسونية. هيدي دعوة على الماسونية. اكزاكتلي. عبر الهوا. أي حدا بالنسبة لإلي. دعيت المسيحيين. ماذا تقول للمسلمين؟ المسلمين لتدعيهم على الماسونيه؟ ما بدي انا ما بدي، انا مش جاي سوي العالم لوحده بتقولي لعنه. هلا سوقت ابدا، مع انت سالتيني سؤال بطريقه انت سالتيني سؤال وسؤالك ذكي، قلتي لي طب نورونا كذا، كيف بدي نورك انا اذا انت بعدك بالظلمه بعد ما فتي على النور؟ اذا ما دخلت على الماسونيه انا بعدني بالظلمه. اكيد. كرمال هيك بيسكروا لكم عيونكم بشروط يعني خلال الدخول، طقس الدخول الى الدخول. دخلنا على طقوس الدخول الى الماسونيه. اكيد ما في، ما اكيد ما في لك الطقوس. بيغمضوا لك عيونك. هيدي واحد بتفوتي على الانترنت بحطوا لك كذا، بس انتبهي ثلاث ارباعه مفبرك. انت وائل حمود. نعم. طقوس دخولك الى الماسونيه كيف كانت؟ غمضوا لك عينيك؟ اكيد. شو معناتها تغميض العينين؟ جوا بيسالوك ولما تشيليه ولما يشيلوا لك اياها انت لازم تجاوبي، يا بتسقطي يا بتنجحي. ممكن شو بهيدا. شو كان جوابك؟ جوابي بتحفظ. الانتقال من الظلمه الى النور؟ ممكن يكون هيك، صحيح. حطوا لك حبل على رقبتك؟ اكيد. ليه الحبل؟ تهديد بالقتل؟ ابدا. اذا خرجت عن الماسونيه؟ ابدا، في ناس كثير بالماسونيه وفلت. فيك تدخل على الماسونيه بكامل ارادتك وتفل بكامل ارادتك؟ اكيد. بتعملي تعهد وبتعملي كتاب معين. شو التعهد اللي بتعمله؟ التعهد انه عدم البوح في الاسرار بالدرجات والمقامات. واذا بحث شو بصير؟ في محاسبه. لا، مش تقتل. تشنق؟ تذبح؟ اكيد لا. ليه عم تضحك؟ اكيد لا. انا عم بسالك اسئله الناس. انا عم بسالك اسئله السنه الناس. بدنا نفرق، نعمل كومباريزون ما بين الماسونيه الشرقيين والإلومينات. الإلوميناتي. المتنورين. المتنورين هن هون.
تاني عم ناخد صبغة فيهم خاطئة. نعم. يعني اليوميناتي بيخترع لك فيروس كورونا فيروس. انت من كل عقلك كورونا فيروس انت من كل عقلك كورونا فيروس اجاك هيك عم يموت نص العالم دارسينه بطريقه معينه يفتك بين الناس يفتك بين الشعب ليوصلوا لمحل معين هن ليقدروا يسيطروا. هيدا ما خاصه في الماسونيه. هل عم تتهم لانه هالمنظمه اقوى منكم؟ ابدا صارت عم تحكم العالم؟ لحظه هي مش اقوى منا هي منا اقوى منا هي ما قصه كباش مين بينزل الثاني لا الماسونية عندها منهج بناء ماشي عليه هن اخدين من المنهج تبعنا بس عسوء حولوه سوء لشر اكيد يعني مثل ما بقلك اذا على... بتطلع من الماسونية ليه مش على قوة للسيطرة على العالم لا ابدا ما... شو السيطرة اذا بتطلع من الماسونية بيقتلوك ليه شو مين الماسونية انا ماسوني ليه بدي ألم يقتل جون كينيدي مين من اطاح بجون كينيدي حبيبة قلبي من اطاح بمايكل جاكسون شو خصنا نحن عم بسألك أسئلة ما خصنا تسأل عند الناس العاديين ما خصنا مايكل جاكسون مات موتة ربانية كانوا ماسونيين جون كينيدي تقنص كانوا ماسونيين أو لا أكيد بس ما خص الماسونية كانوا ماسونيين أو متنورين لكن أوكي في عنا جاوبني بس وائل إكس من الناس كانوا ماسونيين أو متنورين إلوميناتي مايكل جاكسون إلوميناتي جون كينيدي ماسوني جون كينيدي الإلوميناتي قتلوا مايكل جاكسون ما بعرف ما في اقول لك برايك تحليلي الشخصي لا مات موتة عاديه انت بارونتيز حالك شغلي بمنش العقيد هلا اذا توفى واحد بفيروس كورونا بيكون محترم او شيء بمجلس السامي الاعلى او بقطب اعظم بيكون من احد الافرقاء اللي بقدم له تحيه المثلثه واللي عم بيحضرونا إذا حدا مات بالكورونا منتهم إلوميناتي قتلته؟ هلأ إذا غلطت عم يحضروك تتحاسب؟ بشو بدي أتحاسب؟ بس عم بسأل أنا معلومة خاطئة أنا 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 سر ممكن تفشيه أبداً أبداً أنا إنسان واضح وما عم بعطيك أسرار عم بعطيك أنا باراغرافات معينة من مين أخذت إذن لتطلع تحكي ما من حدا ما بتاخد إذن؟ أكيد لا ما سألتك أنت بأي مرتبة بالماسونية؟ بالماسونية في درجات ومراتب؟ لا لا لحظة ححول لك إياها بالماسونية بتفوتي كأنك فاتي على الصف عمرك 3 سنين فاتي بيتي جاردان نجحتي بتطلعي صف نجحتي بتطلعي صف تالي نعم بالماسونية في عندك درجة أولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة هي الدرجة الثالثة تسمى في المحافل الماسونية درجة الكمال يعني خلص سكر مرتبة أولى مرتبة تانية مرتبة تالتة سكرة بعدين خلص. بصير الدرجات بعد بعدين المراتب. بتصير المقامات 33 لا درجة. وينك وين لا 33 في عندك درجات بده يقطع من التالتة للترانتروة نعم في هالمقامات هولي مقامات مش هولي درجات أكيد بس مقامات بس أنت كماسونية مظبوطة تكوني مواضبة وتكوني أنت بيرفكت وبتقدر تفتحي حتى محفل يكون عندك درجة تالتة انت بأي درجة؟ عندك محفل؟ اخوان بالعشيرة بيعرفوني عندك بأي محفل؟ بأي درجة؟ لا بتقدر تقول فيك تعمل محفل؟ اكيد ليه ما بتعمل محفل؟ لانه قلة فضاوة عندي معقول؟ ما في تابعه عطيتك هالقد الماسونية من امتيازات بحياتك شو لحظة 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 شو عطيتني الماسونية لحظة؟ تاجر ألماس؟ نعم قبل الماسونية؟ اكيد بس توقع بس وقعت بشغلك ما شالتك الماسونيه ابدا انا بخبرك حادثه صارت معي انا صار معي اكسبشن كيس بالسوق انكسرت $1.5 مليون ما اجوا الماسونيه قالوا خذوا هي $1.5 مليون ما ساعدوك ما ساعدوني بمحل ماده اذا مفكره الماسونيه كاريتاس لا هيدا شيء كمان خاطئ اذا العالم اذا العالم بتفوت على الماسونيه محبه انه بيساعدوا بالمال لا يا حبيبي شو بيساعدوك طيب بيساعدوك كسرت $1.5 مليون بيساعدوك بعملك بطريقه غير مباشره اللي هي مثلا انت حضرتك هلا مذيعه وانا انسان بشتغل بالدايموند بدل ما تروحي عند اكس واي وزد انا كوني خيك بتنفعيني الي إذا كنت أنا ماسونية إذا كنت ماسونية نعم انتبهي أنا هون لأنك عم بتنفعيني أنا بعطيك إياها بسعر اللي أنا آخده التكلفة ما بربح منك
هيدي الاخوه بالماسونيه، بالماسونيه كونها شعارها هي الاخوه الحريه المساواه، والاخ بيساعد الاخ اينما كان في هذا العالم اذا كان بحاجه لإله. صحيح. نعم. فانت ساعدوك بطريقه مختلفه، مش معطوك مصاري أكيد بس نشلوك بطريقه بس مش بمليون ونص دولار، انتبه، بس ساعدوك كثير، يمكن بسيط مشي ورجعت. طب اذا مشي انت شو مستفيد من الماسونيه؟ اها، سلطه. سلطة شو؟ سلطة الماسونية بتعطيك السلطة، بتعطيك الثقة بالنفس والسلطة. ما في باب أنا ما بعرفه وبدقه إلا ما بينفتح لي. كيف بينفتح لك؟ يمكن عندي قوة ربانية. كاريزما؟ ممكن. لأنه البلد كتير في ماسونية بلبنان، خلينا نقول إذا ما ناخد على مستوى لبنان. بدي أقول لك شغلة، بلبنان بدنا نميز، وبليز بدي ضوي عليها وعبر شاشتك، ومنيح لي سألتي هالسؤال. تفضل. بلبنان في ماسونية أصليين ومحافل مرخصة. نعم. وبنحترمها وبنعرف مين هي وبنعرف شو هي وين مراكزها. وفي عندك للأسف الشديد، ويلي أنا بطلب من وزير الداخلية إن كان حيجي جديد، وزير الداخلية اللبناني أكيد، أو لهلأ، يهتم بس شوي بقصص اللي فاتحين محافل غير مرخصة كتار، حدث ولا حرج، وهذا شيء خطأ كبير. ما بينفذوا شيء من الطقوس، راكدين بس انه نحن ماسون، ما بيعرفوا شيء من الماسون، يمكن بيعرف يسلم ما بيعرف كذا شغلة يكفيها. بدي اسأل، بما انك ذكرت السلام، عفوا ما بسلم. ليه؟ ابدا. ليه؟ ابدا. كربال شو؟ سلم عليك عادي، تفضل، لأن مديتي إيدك. سلام ماسوني. سوري. ليه؟ على الهوا بتحفظ، مع إنه صار في سلام ماسوني، صار في سلام ماسوني بأحد الحلقات على أحد التيفيات من فترة زمنية، وصار عليه كتير بتوين بركت قصص. شو بصير؟ بمدوا الإصبع؟ لا ما خص، ما خص. لازم يوصل على العرق. لا لا، ما دخل، ما دخل. عرق الشخص التاني ما يصير فيه. ما ضروري يسلم عليك اللي تعرفيني ماسوني. بس انتو بتتعرفوا بعضكم من خلال رموز معينة، من ما في خلال رموز. سلام، من ممكن خلال بالسلام، لباس، ممكن باللباس، من خلال ممكن بالعوينات، كيف تشرب الكاس، ممكن كيف نظاراتك، صح، من خلال الكرافات، السكينة والشوكة. السكينة والشوكة ممكن. ليه ما بتخبرنا اياهم؟ شو بدي خبرك؟ حلو نعرف هيدي الأسرار عن هيدا العالم. بركي هو منو عالم. لحظة، شو هو؟ شو يا عمي؟ مؤسسة جامعية الماسونية. كيف تفوتي؟ قلت لك على المدرسة. ايه بالجامعات بنعرف الأنظمة والقوانين، والأنظمة والقوانين هيني كتير. لازم تكوني ابن بيت، ولازم تكون مثقف، ولازم تكون متعلم، وتكون عندك سمعة طيبة، ولا أكتر ولا أقل. بيدرسوك، عندك الكاريزما وعندك التطلع اللي أنت بتقدر تفوت فيه، لأنه أنت جوا عم تدرسي، انت جوا عم تقدمي بلانشات عادي مثل الجامعه، بتاخدي بلانش وعم تشرحيه وعم تتناقشوا نيجوشيبل، يا بقنعك يا بتقنعيني. نسبه الرجال بالماسونيه بالعالم، حول العالم عم بحكي، عند الرجال اكبر اكثر من عند النساء؟ النساء استحدثوها، هي على طول الرجال. هن في محفل واحد انا حقوله على الهواء وعندك، هو دروا ايما بفرنسا ميكست. نعم. هو فرنسا اول بلد بلشت بادخال النساء؟ لا لا لا، بادخال النساء اكيد. نعم. هو بعدين تشعب الدروا ايما، صار في بمحلات باستراليا، باسكتلندا، بالمكسيك، بامريكا. نعم. تشعبت بس انه نسبه ضئيله، يعني ما بيطلعوا لحديث هلا 1000. اوكي، وبعدهم لحديث هلا عم بيصير مباحثات اذا بكفوا فيهم ايه ام لا. لوين بتوصل المرأة بالماسونية؟ وبتوصل مثلها مثل الرجل تماما؟ ابدا. ليك شروط الانتساب ذاتها. انت بدك سر بالماسونية. نعم. صح؟ اكيد. اعطيك سر. تفضل. الماسونية لا تفرق ما بين المرأة والرجل ابدا. ابدا؟ ابدا. ما يحق للرجل يحق للمرأة. نعم. بكل شيء. سواسية،
اصلا الرجال جوا سواسيه كاسنان النشط، ما بتشوفي رئيس جمهوريه او نائب او وزير او عفوا بكلمتي ممكن يكون كاشير ببنك او يكون قلت لي بتلاقيه قاعد معهم نفس الصف. قلت لي سواسيه كاسنان النشط، ولكن بالبدايه وائل قلت لي لازم يكون متعلم، لازم يكون ابن عيلة يعني هل فقير، هل انسان معدم يستطيع الدخول الى الماسونيه؟ نحن عندنا ناس موظفة عادية بس ذو سمعة طيبة. إذا أنت متعلمة وعندك السمعة الطيبة وأنت إنسانة خلوقة، أنت ما بتسوي بالمجتمع. هل يحق يعني هل بالماسونية يحق لك أن تقول عن حالك أنا ماسوني؟ لا. ولا يحق أن تقول عن غيرك أنه أنت أنه غيرك لا ماسوني؟ لا 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 أبدا. الماسونية منه هالشيء المعقد مثل ما أنتم مفكرينه، ولا أهين من هيك، بتبسط لك الحياة. عندي أسئلة هيك عن بعض الرموز بدي أتأكد منك منهم. من هو الماسوني الأول؟ ما في شيء اسمه ماسوني أول، ما في شيء ما له بداية بالحياة بالضبط. الماسونية هم البناؤون الأحرار، واضح بالعهد معرف. بالعهد عن أيام سيدنا آدم، عن أيام سيدنا آدم لما أنت تعملي وتبني شيء أنت بلشتي هون بحط اول ايتاب بالماسونيه للمعلومات بس. نعم اوكي. الماسونيه ما لها لا بدايه ولا نهايه، خلقت مع الانسان، ما له بدايه، خلقت مع الانسان وبتضلها ماشي مع الانسان. ادم يعني هو ماسوني؟ شو هيدا اللي بدك تقول لي؟ ممكن ولا الفراعنه القدماء في مصر؟ هيدي امر يعني ما بينبحث فيه، اللي هو بلشت مع الفراعنه الماسونية. مش بلشت مع الفراعنة. شو هي؟ ما قبل الفراعنة. هي ما قبل الفراعنة. نجمة داود شو بتعني لك ولكل ماسوني؟ ولا شيء، بترمز انه اتجاه الريح لا اكثر ولا اقل. حتى ليه بتستعملوها؟ ليه موجودة بالمحافل؟ ترمز لبناء هيكل سليمان، كونه نبي داود بيكون بيه للنبي سليمان، وهو اسمه نجمة داود. مع انه يقال انه نبي داود ما كان عنده نجمة، ظهرت مع الصهيونية هذه النجمة. أبدا أبدا، استعملوها وزوروها الصهيونية. زوروها؟ أكيد عم بيستعملوها لمبتغياتهم الشخصية، عم بيستعملوها ضد الأنظمة المنظمة الصحيحة. شو علاقة الماسونية بالصهيونية؟ أبدا. ليه سألتي هالسؤال كمان؟ وحاعطيك سر. تفضل. من بعد ما جاوبك. تفضل. اليهودي مش مثل الصهيوني، ما خص يكون ماسوني او مش ماسوني. انتبه، الصهيوني بالنسبه لكل العالم، لكل العالم ما له دين. اليهودي من اهل الكتاب. ممكن يكون يهودي صهيوني وائل. لحظه. نعم صهيوني. وهناك من يقول ان لا فرق بين اليهوديه والصهيونيه. ناس بتقول هيك. نعم. كماسونية نحن منعرف في فرق كتير كبير ما بين اليهودية وما بين الصهاينة. شو الفرق؟ الصهاينة هم مخربين ومفسدين في الأرض بالنسبة لنا. يعني سوري بكلمتي بكفرك. مين اللي بكفرك؟ هو بكفرك. مين هو؟ الصهيوني بكفرك. هل كفرك الصهيوني؟ أنا ما بتعاطى لا مع صهاينة ولا بعرف صهاينة. اليهودي أهل الكتاب تحكي معه، في بلبنان يهود. نعم بلبنان. صحيح صحيح. تحكي معه تفهم عليه وبيفهم عليك. بينما الصهيوني هو ما له دخل أو علاقة بالماسونية لا من قريب ولا من بعيد. واللي بيقول لك منظمة، لحظة، واللي بيقول لك بالماسونية خليني كفي. ما في صهاينة ماسونيين أبدا. إليمينيت إليمينيت. هناك صهاينة في الماسونية يا وائل. إليمينيت إليمينيت. أنا اللي بعرفه مش صحيح. نو واي. وبتحدى يكون في صهيونة. أنت عطيت رأيك وأنا بعرف. أنا مني عفوا بكلمتي بفلسطين المحتلة لا أعرف إذا هن فاتحين محفل. شو السر اللي بدك تقول لي؟ أوكي اللي بدي أقول لك إياه، السر اللي بدي أقوله لكل العالم، كل العالم فكرة الماسونية منظمة صهيونية بتلعب بالعالم. شي بالعقل. هالمنظمة
إذا هي فيها من جميع الطوائف وبتدعي لتوحيد كلمة الله بتكون تابعة لبني صهيون؟ أكيد لا، لسبب بسيط جدا. ما فيك تفوت المسلم والمسيحي اللي هن اليهود ضد المسيحية. طب كيف بده يجتمع الصهيوني والمسيحي سوا على نفس الكرسي ويقول له خي؟ ما بتزبط، هي منا منظمة صهيونية، هي منظمة منظمة. لأنه بس لحظة، بس تدخلوا على المسوى، لا 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 لا، تتعمقوا تتحولوا إلى لا دينيين. نتعمق بشو؟ أنتوا ما بتصيروا لا دينيين؟ أبدا. أنت اللي بيقدر المحفل يمنعني فوت صلي الجمعة بالجامعة؟ المسؤولية ليست دين آخر جديد بديل عن كل الأديان. أبدا 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 أبدا. لو دين آخر ما عنا القرآن والإنجيل والتوراة. لو دين آخر ما في يمنعني فوت على الجامعة صلي. الأديان موجودة ببداية مراحل الماسونية، فيما بعد تنتفي الأديان ويبقى دين واحد ودين الماسونية. أبداً ماشي معك لرتبة العليا اللي هي 33، وبعد 33 خلص بس سكرتيها. يعطيك العافية. شو بتعمل ب 33؟ خلص يعطيك العافية. شو ببطل بتصير لا ديني بتصير إله؟ مين اللي عم بقول لك بتضل مرافقتك كتابك المقدس ل 33 بتوصلي خلص بعد 33؟ خلص انت وصلتي للمقام 33، ما بقى في شيء تبحثي عنه، وصلتي للقمه للصمت. سمي وائل حمود، هل الهدف الاكبر لدى الماسونيه اعاده بناء هيكل سليمان؟ في حدا بيعرفه من هيكل سليمان في القدس تحت المسجد الاقصى يقال؟ مين اللي بيقول؟ نسمع خبريات. والله إذا أنتوا عندكم هالمعلومات أنا نحن بنسأل، نحن ما عندنا معلومات. بلكي بتعطون للإخوان بالفلسطين المحتلة بيوصلوا لشي منه. فإذا هيدا مش هدف من أهدافك كماسوني؟ ولا في شي منه، ولا في شي منه. بس أنت مش شوي عم ندور أو نبي سليمان. انتبهي، نحن ما في شي منه من ناحية أنه عم ندور على هيكل سليمان. أنت هون عم تنتسبي، مش عم ندوره، بس ماذا يعني لكم هيكل سليمان؟ نعم، هو جامع هيكل الماسونية في العالم. أي محفل ماسوني على ضروري تلاقوه لكان. ما أكيد ما في حدا يلاقيه. هلا فتش. هيدا الهدف، هيدا الحلم. ما بدنا عم ندور على الحقيقة، ما بنعرف إمتى بنلاقيها. أعطيتك سر وكلمة انتبهي له، بعدنا عم ندور على الحقيقة، ما بنعرف إمتى بنلاقيها. أي هيكل محفل ماسوني بالعالم هو على هيكل سليمان، هو نسخة أبدا على شكل هيكل سليمان. هل الماسونية بتتحكم بقرارات الحرب والسلم بالعالم؟ لا أبدا. حقلك شيء احسن ما تقولي في كونفليكت بالموضوع، انه كونه في وزراء وفي نواب في رؤساء في ضباط رؤساء امريكيين طبعا. الماسونيه اذا بقول لك هلا لا تتعاطى لا سياسه ولا دين بتقولي لي قوم فيلم الحلقه. بنسمعها كثير بكل التقارير عن الماسونيه. قلت لك اول حلقه فرق، في عندك الماسونيين الشرقيين وفي عندك الإليومينات. بس القوة هي السياسي والدين، وإذا أنتم ما بتتعاطوا السياسي والدين معناتها أنتم منظمة أو جمعية ضعيفة، منكن لستم أو ضعفتم. هيدا نحن حربنا بين وبين الطوائف، المسلم بسبنا والمسيحي بسبنا. هل هدف الماسونية وائل حمود هو السيطرة، من أهدافها طبعا السيطرة على البلاد، ما يعني من الأور بالعراق لا أورشليم بالقدس؟ أبدا، هي هذه المنطقة حبيبتي، من العراق لأورشليم في عندك مليون محفل. شو سيطرة هي؟ شو سيطرة؟ شو علاقة ليه ليه سيطرة؟ ليه عندكم وهم اسمه السيطرة انه نحن منا الله؟ نحن من لحظة ألا تسيطر ألا تسعى الماسونية للسيطرة على العالم أم لم يعني مش هي عم تسيطر على العالم اليوم؟ أليست المسيطرة على العالم بالاقتصاد بالعلم بالسياسة؟ الماسونية مسيطرة بالاقتصاد وبالعلم بالسياسة والمال، لكن لازم يكون لبنان أغنى واحد. مين اللي مسيطر لكان على العالم؟ من يتحكم في هذا العالم؟ بتكون فرق بين السياسة وبين الماسونية. في ناس ما خاصة بالماسونية بتشتغل سياسة، عقلة شيطاني تخربك. بدك تفرق. شو علاقة السحر الأسود؟
شو السحق الأسود؟ بداية هيك بطقوس الماسونية وشروط الانتساب. ليه أنت فايتة وشايفة عم تسأليني؟ أنا سامعة. سامعة؟ أقول لك كل ما بتشوفه العين وكل ما بتسمعه الدينة هو صح؟ ما في سحر أسود؟ خبير بالسحر الأسود لما أنت تنتسب للماسونية فيها يعني طقوس هذا الانتساب ما بيكون في خبير بالسحر الأسود؟ عن جد مظبوط الماسونية تنقلك من الظلمة للنور، بس حجاوبك هيك لأنه حرام ما بتعرفوا شيء. عن جد حرام إذا ما منعرف؟ إيه منعرف غير قصص نحن بالحياة بتعرفوا قد ما بدك. هلأ بجيب لك كتاب من اللي بدي أوريانتال، بعرف عن ديني، بعرف عن أمور تانية. أنا بفهم بدينك أكثر منك. أنت بتفهم بديني أكثر مني؟ أكيد. شو هالإيجو؟ شو هال أكيد الاعتداد بالنفس؟ قلي عن ديني حضرتك. شو مسلمي؟ شو أو مسيحية؟ شو أنا إنسان، أنا أنتمي إلى دين الإنسانية وأمارس قناعاتي الدينية بيني وبين رب العالمين. كلنا مننتمي للدين الإنساني، لا أجاهر كلنا منحب المجاملات ونحن وكذا. حضرتك ديانتك شو؟ سألتيني سؤال عم بسألك. مسلمة. مسلمة صح؟ مثل إذا سألتك سؤال بتجاوبيني عليه؟ بشوف. بتشوفي؟ بشوف إذا بجاوب. القرآن الكريم. نعم. انت بتقولي عثمان بن عفان لما جمعه صح؟ ما عندي جواب. في اي منا نازل بالقران الكريم بتعرفي شو هي؟ شو هي؟ انت بتعرف؟ انا عم بسالك. لا ما بعرف. اوكي اسالي. في اي بالصوره من القران الكريم منا نازل؟ شو بدك تجرب تقول؟ شو عم تجرب تقول وائل؟ انا اللي بعرفه عن الدين الاسلامي، انا مسلم سنه اكثر. نعم. من الشيخ اللي بيعرفه لسبب بسيط. اعطيني شو هي الآية اللي مش موجودة بالقرآن؟ ما في اعطيك اياها، دوق عليها، ببعتك بكتب لك اياها لما فهمت. خايفين تقولها؟ لا خاف تقولها؟ ابدا. سورة التوبة اللي ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا لا، سورة منا نازلة بالقرآن، ناقصة من القرآن الكريم. نعم، وين موجودة؟ من كيف بتعرف فيها؟ كيف بتعرف فيها؟ خليك كيف بعرف فيها؟ ايه كيف بتعرف فيها؟ وكيف بدي اتأكد انه اللي عم تقوله حقيقي؟ سألي المفتي. سألي انا اذا ما في صورة بالقرآن الكريم مش مذكورة، أنا بتحمل كامل المسؤولية من سماحة المفتي. وفيكم تسألوا. ما بدك تقول شو هي؟ لا هو بيعرف. شو مضمونة؟ هي ما حببوها تنزل. شو مضمونة لحتى غير موجودة؟ هي ما حببوها تنزل، بس هي ما حببوها تنزل، ما حببوها تنزل بس مش أكتر. لشو بتدعي؟ جوجلت. ما اسم الله عليك يا محضرة، دوفوارك مزبوط لإلي. ليه ما بتحضر الدفوار لألا مشان تعرفي شو هي؟ هلأ فجأة خليك وعندك بحضر. فضولية واحد بالمليار مثل ما عندك فضولية عم تستفسر. ما بدك تسلم علي سلام مسؤولية؟ أكيد لا. وحفقل لك شغلي كمان، أنا مش ضد، أنا بيشرفني يكون مسلم، بيشرفني نهجي يكون قرآن، ولكن ما حرام كان يدمج القرآن قصص وما أنزل عن النبي محمد يفرقهم. عم تنتقد نقد للقرآن الكريم. شو بدي بالقصص؟ رابع اليوم عملت حلقة عم بتخبرني شو بدي بفرعون شو عمل وموسى شو عمل وكذا. خبرني النبي، حط لي هن لوحده وحط القصص على جنب. وائل حمود، أي متى ممكن تتخلى عن الماسونية أو لأي سبب ممكن تتخلى؟ أول شيء منا زعجتني لا أتخلى عنه، فيها حرية مطلقة. تكون منا زعجتك وفيك تكون مقتنع. هل أنت مقتنع؟ أكيد مقتنع. لو أنا مقتنع ما فت فيها. كنت من بالماسونية فيك من الدرجة الأولى ترجع تعتذري وتفلي، بعدك ما أعطينك ولا سر بيكون. هل الدرجات لها علاقة بالسنين؟ أكيد أكيد. هل في فنانين ماسونيين؟ أكيد. بتعرفهم؟ تلتقوا؟ نو بارازار مثل ما بقول. بالصدفة. قد ايه نسبتهم؟ ماشي ضئيلة بالعالم العربي. بالعالم العربي؟ نعم ضئيلة. بلبنان؟ ضئيلة. فينا نسمي حدا؟ المرحوم ملحم بركات كان ماسوني. اكيد. ما بتحكي الا عن المراحيم؟ بحق لي. بحق لك لانه خلص رحل عن هالدنيا. الفنان الماسوني بيوصل اكثر من غيره؟ لا ما حلو كثير. الماسوني إذا كان بيوصل اكثر من غيره؟ اذا كان ماسوني. نعم. وصوته بيقرف، معقول يوصل؟ وإذا كان منه ماسوني ويكون صوته بجنن مثل وديع الصافي بيسقط، كيف هاي؟
وديع الصافي كان ماسوني؟ عم بحكي كإكزامبل، عم بعطيك عم بسألك أنا، عم بسألك إذا وديع الصافي منه ماسوني وصوته حلو، وجبنا واحد ماسوني وصوته حلو، صوته ما حلو، بينجح الماسوني صوته منه حلو وديع الصافي بيسقط لأنه منه ماسوني؟ هل وديع الصافي كان ماسوني؟ لا لا. صباح؟ لا لا لا، ما كان على أيامه في نسوان أصلا، ما كان على أيامه؟ قلت من بداية الخلق نسوان، قلت لك مستحدثة. نعم. إذا بتريدي راجعوها مستحدثة. أم كلثوم مستحدثين هيدوليك، منا ماسونية مستحدثة بالسنة 2009. عبد الحليم حافظ أكيد. فريد الأطرش ما بعرف، من فنانين العرب اللي حأذكر أساميهم، عبد الحليم حافظ وملحم بركات كن من الإخوة الماسونية. وائل، الحلقة 30 دقيقة 40 دقيقة ما بتكفي مع شخص كمان واحد عن الماسونية. الماسونية موضوع هالقد بيحمل جدل، سجال، علامات استفهام، غموض، أكيد. أسرار، في ناس بتكفر، في ناس هلأ عم تحضرنا وعم بتعلق على الفيسبوك وعم بتقول هيدا ضد الدين، يعني التعليقات حتكون كتير سلبية. أنا لما أقول أنا عفواً بتمنى نعمل حلقة أنا تاني. أي حدا عم بيكفرني لما أقول أنا الله هو نور السماوات والأرض والعين الساهرة التي لا تنام، لازم يحترمني ويوطي القبعة. وطي القبعة. مستعد لحلقة تانية فيها جدل مع علماء دين أكيد. ومع عن الماسونية أكيد. ندعيك لحلقة تانية إن شاء الله. آخر سر بدك تقلي ما قلته وائل؟ شو هو؟ بلا قلتلك كل قلتلك اللي فيني قلك إياه. أنت شو بدك تقول؟ اللي الكلمة الأخيرة لك، شو ما بدك تقول تفضل. ولا شيء، بدي أقول عبر هالقناة إنه ما بقى يدخلوا الماسونية بالمنظمات الصهيونية، لأن هي لا لها أي علاقة بهالمنظمة، وما حدا يظلم هالجامعة التربوية اللي طلعت نوابغ منها بطريقة معينة من بلانشات بتنطرح جوا ولصارت واصلة كتير. بتمنى هالعالم تتفهم هيدا الشيء وما ينظلموا، وبرجع بعيد بس بتمنى من وزير الداخلية يلاحق كل المحافل اللي هي منا مرخصة. شكرا لك. لأنا تشوه لها سمعة الماسونية خاصة بلبنان. وائل حمود شكرا لك. ميرسي، كلك ذوق. أجوبة ضيفي ما بعرف قديه كانت مقنعة لكتار حول العالم عندهم كتير أسئلة واتهامات وربما رفض لجمعية هالقد قوية وهالقد في حولها علامات استفهام وغموض. جربنا نلاقي بعض الأجوبة عن الماسونية. الحكم إلكم. بكتابة سيناريوهاتها أحياناً بتلعب مع المشاهد وأحياناً بتلعب على المشاهد، لكن السؤال قديه بقصصها المتلفزة في من قصتها هي الشخصية؟ رح نجرب نعرف من الكاتبة نادين جابر. أهلا وسهلا نادين. أهلا فيك نادين جابر، تشرفتيني. شو القصة؟ نادين جابر اسم لامع اليوم بعالم كتابة السيناريو بالعالم العربي، بعد نجاح لحكم عليه على شاهد كان، منرجع للموت لأنه شفناهم برمضان و2020 صار اسم نادين جابر. عم نحكي عن نجمة بكتابة السيناريو، هل عم تعيش النجومية؟ لا ما بعيشها أبدا، ما بعيشها، بس بنبسط فيها، بنبسط بالنجاح. ما بعدها نجومية، بعدها نجاح مستحق لأنه من بعد تعب ومسيرة ما كانت هالقد هينة. يعني أنا كنت طول عمري بحلم أني أوصل لهون وصير شيء، فهيدا النجاح بغزيني لحتى أعمل أحسن وأحسن وأحسن. عم تكتبي نادين اليوم الجزء الثاني من مسلسل الموت، بطولة دانيالا رحمي، ماجي بغصن، خالد القيش بالجزء الأول، ما بعرف إذا موجود بالجزء الثاني، محمد الأحمد، باسم مغنية، كارول عبود، فريال سمرة، وكتار غيره، اللي أبدعت كلهم. صحيح. مقتنعة أنه لازم يكون في جزء ثاني؟ إيه ليك، لو مني مقتنعة، لو ما فيني شيء، ما في شيء خبره،
ما له لزوم الجزء الثاني بحي الله مسلسل بالكون، طالما الكاتب بعد عنده في شيء يخبره، طالما عندنا في شيء نقوله، واي نوت سيزون 2 او 3، ما عم بحكي عن للموت 3 او وات ايفر، المسلسلات بشكل عام طالما بعد ما خلصت الحتوته يلي انت عم بتخبريها وبتحمل انك بعد تفوتي فيها اكيد بيعني لك اكثر. نديل لانه كتبتيه قبل 5 سنين ونحط بالجرور وبعدين رجع طلع يعني على التنفيذ. للموت عندي معه عن جد حاله خاصه. شو هي هالحاله؟ في عشق جواتي لشخصياته، كثير بحبهم. ريمو وسحر بحسهم البست فريندز تبعي. انا وعم بكتب بشوفهم قدامي بتخيلهم، يعني ما فيك تتخيل لما كنت روح على السيت وشوف ماجي ودانييلا اطلع انه هول ولادي، هول كنت انا لما اشرب قهوه افكر فيهم، لما نام يكونوا حدي بالتخت. عندي شعور غريب تجاههم وعندي ضعف تجاههم، يعني الناس كثير كانوا يقولوا مثلا انه هول اثنين نصابين شريرين، انا بالنسبه لي هول الاشخاص بدهم شريرين، وما بقبل حدا يقول عنهم انه سحر وريم هن اشخاص سيئه، هن اشخاص فرضت عليهم الحياه انه يتجهوا ضحايا المجتمع، ضحايا اكيد ضحايا، وانا بتعاطف معهم بشكل رهيب. بتتعاطفي نادين مع انسان بصير شرير او سيء؟ طبعاً. إذا كان ضحية تربية، ضحية مجتمع. نحن الإنسان مثل ما قلت مش عم نفتش على أسباب وحجج لنعطي تبريرات لشر الإنسان، بس إنه في واحد أكيد، يعني الإنسان ما بيخلق سيء، الإنسان بيخلق شخص طفل بريء، الحياة والتجارب والقسوة اللي بيمرق فيها ممكن تعمل منه إنسان تاني، وللموت هو سلط الضوء على هيدا الطفولة السيئة. الطفولة هي أساس الحياة، أنا هون حسب طفولتي وأنت هون لأنه حسب طفولتي، كل واحد طفولته بتأثر عليه على كبر. طب منفهمهم، ولكن هل الإنسان الشرير ما بيتعاقب؟ يعني بلا، ألا يستحق هني ليجلي العقاب السجن؟ بلا طبعا الثواب. بس هني ليجلي سحر عم أنت خليتيني فلات بالجزء الأول. أنا سحر وريم بالنسبة لإلي عم ينصبوا بطريقه قانونيه، فلتوا من العقاب. بس فلتوا من العقاب. ايه هلا الموت موت الام كان منه سبب ديركت، يعني من سحر وريم، كان من باسم مغنيه تسبب بالموت، بس هن كانوا والطبيب الشرعي بالمسلسل بيقول هيدا الشيء، سو هن ما عندهم في تسبب بالموت، بس طريقه الاحتيال على الرجال هي بطريقة قانونية صغرة بالقانون، بتقول انه بالزواج المدني وقت ما اثنين يتجوزوا وبعدين بدهم يطلقوا بتتقاسم نص مصرياته من بعد ما تجوزوا، شو جمع من بعد ما تجوزوا وراحوا. سو هذا القانون. هي صغرة ولا حق موجود؟ هو حق وهن عم ياخذوا هيدا الحق، هن بالنسبة لهم هيك. انا ببرر لهم، انا ما فيني اقول عنهم شريرين، انا بحبهم وببرر لهم لانه بتعاطف مع وجعهم، كثير بتعاطف مع وجعهم. لما انت تبرري لحدا شرير ممكن الاخر يشوفه، ما بتكوني ككاتبه سيناريو عم تساهمي بتشكيل الوعي والراي العام، بتغيير مفاهيم الخير والشر والصح والغلط وتاثري على المجتمع؟ الصح والغلط المفاهيم ما في شيء دائما، يعني المبدا ما في. انا بالنسبه لإلي في ظروف بتادي لمحل، اكيد الغلط غلط، بس بمحلات في اسباب تخفيفيه بالحياه، حتى واحد لما يقتل بيكون عنده اسباب تخفيفيه، يعني في اسباب تخفيفيه لهول الاشخاص، ماضيهم وطفولتهم السيئه وكل شيء صار معهم بيعطيهم اسباب تخفيفيه بالنسبه لإلي. وحتى بالنسبه للقانون، يعني حيالله حدا بكون عنده اسبابه، القانون بخف بنزل له عقوبته. نادين، جزء ثاني من مسلسل الموت، انسحبتي من 2020؟ مزبوط. ليه انسحبتي؟ للأسف لأنه عندي سباق مع الوقت. مسلسل للموت كان لازم يكون بس مسلسل من 10 حلقات خارج السباق الرمضاني، بشركة إيجل فيلمز قررت أنه بدأت تفوت فيه لرمضان. نعم. وهيدا مسلسل بحت، مسلسل 2020 هو مشاركة مع بلال شحداد، فكان الأولى أني روح على مسلسل لإلي وبلال بكفي. فضلت للموت إذن على 2020 طالما هو مسلسلك؟ 100% 100%. هل انظلم خالد القيش ومحمد الأحمد، انظلموا بالمسلسل بكتابة السيناريو؟ نادين احكيني بكل تجرد. بكل تجرد، المسلسل هو بغض النظر مين الأسامي المشاركة، كقصة للموت هو البنتين، شئنا أم أبينا.
فالبطولة هي كانت نسائية أكثر من أنه رجالية، أكيد هن أبطال بس دايما يعني القصة هي قصة ريم وسحر، مش ريم وهادي أو ماجي وخالد. انظلم خالد القيش للموت، انظلم باسل بلا الموت، ما بقول خالد القيش، قدرات خالد القيش طبعاً الهائلة، قدراته هائلة ما برزت، بعد أكيد بيستحق أكثر. محمد الأحمد ومحمد يظلم؟ لا ما لا 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 ما مش ظلم، بس إنه خبرية ريم مسلسل هو ريم وسحر يعني شأنا أم أبينا. كثير انحكى عن الموت، كان في تصريح لنادين الراسي قالت إنه المسلسل كتب لإلها ولورد الخال كان اسمه الجوزاء. شو صحة هالكلام؟ بتعرفي إنه نادين الراسي هي عربت ابني؟ بعرف. يعني لحدا يختار من بين كل أصدقائي اختارها هي تكون عرابة ابني، فإذا قديش حبيتها وقديش وثقت فيها كرمال هيك. نو كومنت. شو صار بعدين؟ وثقتي فيها؟ وثقت فيها وحبيتها كتير وحطيتها عرابة ابني، بس ليكي ما بدي أحكي عن هيدا الموضوع بالذات، يعني نو كومنت على اللي هي قالته، بس فيني أحكي بشكل عام. لسه ضاقت حولت العداوة؟ مش عداوة، لا أكيد منا عدوتي. شو؟ جفاء؟ جفاء إيه، لأنه العتب على قد المحبة، لما يكون المحبة كتير كبيرة لما الشخص التاني يغلط فيك بتنقهري، ويمكن في يعني سوء تفاهم صار بين اثنين، أو يمكن مش سوء تفاهم، يعني في اختلافات صارت بعدتنا، بس هيدا البعد ما بيعني أني من عدوتي ولا انا عدوتها. بس اون جنرال المسلسل ما بحق لحي الله ممثل يقول انه هيدا المسلسل كان لإلي طالما هو منه ماضي كونترا مع منتج. شو سر الخلاف او شو سبب الخلاف مع نادين؟ خلص خلص الموضوع، يعني خلاف شخصي منه مهني ابدا. بس انتم شخصيتين، يعني الناس بتحبكم، الناس يمكن بتحب كانت تشوفكم سوا او بتتمنى ترجع، يعني ما بنعرف الحياة لوين بتخدمها. ليكي هلا الخبرية مضى يعني عليها 6 سنين. طب احكيها لنادين الصديقة هلا الممثلة وانت الكاتبة. انا بتمنى لها كل الخير من قلب قلبي، وتعاطفت معها قلبيا بكل شيء صار معها، وبتمنى لها دايما تضلها قوية وترجع على الساحة، ما بتمنى لها الا كل الخير، بس في شيء بيني وبينها انكسر ما بقى يرجع. بدي روح على نادين، يعني حياتك شوي الشخصية اللي هي كمان ممكن ما بعرف قد ايه في من حياتك الشخصية بكتاباتك نادين، يعني بتحطيها بالسيناريو؟ لا مش بالضرورة، بستوحي من 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 ناس حوالي، من ناس بعرفهم، ناس بحضرهم، بألف قصص من الخيال، بس ما ثاقبت ولا مرة شيء من حياتي الخاصة. انت تزوجتي من غير دين؟ مزبوط. أنت امرأة مسلمة متزوجة من رجل مسيحي؟ مزبوط. تزوجته برضا الأهل ببساطة أم غصب ايه؟ عنهم؟ لا برضا الأهل أكيد، أول شيء طبيعي أول رياكشن عند أهلي وأهله أنه كل حدا بفضل، خاصة أنا الخبرية صار لعشر سنين، يعني مش صارت هلأ، صارت أهين وصار في كتير زواج مختلط من عشر سنين. صحيح. كنت شوي بعد القصص هيك مثل تابوه، فأكيد للوهلة الأولى مثل حي الله أهل أنه يلي بياخد من غير ملته بموت بعيلته وبكرة. مين قال لك هالجملة؟ كلهم يعني هي بيك قال لك إياها؟ بي وأمي ويمكن أمه ما بعرف شو قايلت له. بس البوينت أنه في عندهم تخوف أنه غير بيئة، يمكن اختلاف ثقافات أديان. اكزاكتلي. أنا ما بعتقد اختلاف ثقافات، هي اختلاف دين، والدين أنا ما دخلني فيه ولا هو دخله فيه. أنا عندي مبدأ بالحياة أنه واحد حر يعبد ربه بالطريقة اللي هو بده إياها، طالما أنا ما عم بأذي حدا. أنه ليه الدين بده يكون عائق بين اثنين بحبوا بعض؟ الحب هو عابر للأديان طبعا، وكل شيء ما مفروض يفوت، حتى بالسياسة ليه بده يكون في أديان بكل شيء؟ أنا هددت أهلك؟ قلت لهم إذا ما بتزوجوا؟ قلت لهم إذا ما بتجوزوا ما راح أتجوز بحياتي. كنت جدية بهالكلام؟ كنت جدية، لأنه أنا أصلاً لما اخترته لزوجي ما كنت صغيرة بالعمر، كان عمري 32 سنة، وكانوا أهلي عبالهم يفرحوا فيي. فشغلة قلت لها إياها للماما، قلت لها أنا ما فيني أني أطلع من، يعني ما بتجوز بلا رضاكم، بس شغلة الوحيدة أنه اللي بقول لك إياها، إذا أنا كل إخواتي عاملين عائلة وعندهم بيتهم وعندهم عائلتهم، إذا أنا
بمحل ما، ما رح اتجوز وكون عندي عائلتي رح اتلحق عليكي. هالقد حملتيها عقدة ذنب يعني. فقالت لي اذا انت تعرفوا عليه وشافوه بجنن، وقالت لي طالما انتم مرتاحين. اهله عمل معركة مع اهله؟ اهله كمان يعني زاد، هي ما كانت معركة على فكرة، يعني هي اخذوا عطى مناقشات نصايح من قبل اثنين، بس ما كان فيها انه لا ما بتاخذيه، لا ما بتاخذها، لا كذا، انه كانوا عم بجربوا من الطرفين انه اضبط. لا انتوا تزوجتوا زواج مدني؟ مزبوط. عندكم ولد شو اسمه؟ داني. على اي دين بتربوا لداني؟ هلا بالوقت الحالي ما عم ربيه على ولا دين، يعني بعده صغير ليفوت بلعبه الاديان، رغم انه هو بمدرسه مسيحيه وانا المسلمه تربيت اصلا بمدرسه كمان مسيحيه. فبالنسبه لإلي انا ما في اختلاف بين المسيحي والمسلم، يمكن ناس كثير يقولوا يعني يعلقوا على هذا الشيء، في اختلاف جوهري، بيقولوا اختلاف جوهري. انا بالنسبه لإلي انا بقول لا اله الا الله، والمسيحي بقول اله واحد، النتيجه وحده. هيدي وجهه نظري، يمكن كثار يختلفوا عليها ويقولوا لا ما معي حق، ويمكن يقولوا عني كافره، وفيهم يقولوا 100 خبريه. انا هيدي معتقداتي، انا بآمن بالله وهو بآمن بالله. ليكي انا بالنسبه لإلي اتفقت انا وجوزي من قبل ما نتجوز انه ممنوع نعلم ابننا او اولادنا انه دينك صح أو ديني صح ودينك غلط أو ديني غلط. نعم. بدهم يتعلم على كل الأديان، مثل ما أنا بعرف الإنجيل وبعرف القرآن، كمان هو بده يتعلم اثنين وبده يفهم اثنين، وهو ليتر أون شو بده ينقي دين، هي حريته، هي علاقته هو ربه، أنا ما دخلني فيها. شو هو بنقي بعدين هي حريته. زواجك ما كان التحدي الأول نادين بحياتك مع أهلك يعني؟ طبعاً في عندك تحديات تانية تحديتيهم بدخولك على عالم الإخراج. مزبوط. مش الكتابة. مزبوط. ليه؟ ليه درست إخراج بالسر؟ ليه كان عندهم اعتراض على هيدا العالم؟ البيئة اللي أنا ربيت فيها هي بيئة سمها ومحافظة، وعندهم فكرة، مصورين فكرة عن الفن بطريقة مثل يمكن أكترية الناس بوقتها. شو يعني هي الفكرة؟ أنه هيدا الجو مش لقلنا، مين بده يصير مع شريك الممثلين والمغنيين والمخرجين، أنه هولي هو معشر؟ لا شو؟ بكل دومين في عندك أشخاص هيك وهيك، هني بالنسبة لقلهم أنه هول الأشخاص منفتحين زيادة عن اللزوم، هيدا الشيء بخالف مبادئنا أو تربيتنا. نعم. سو ما كان بدهم ياني اني فوت بهيدا الدومين، وكان بيي عباله اني اعمل حقوق وصير محاميه. جربت تحديت اني فوت لما خلصت مدرسه، ما قدرت، كنت بعدني صغيره وعودي بعده طري، فرضخت ودرست حقوق وعملت سنه دراسات عليا واشتغلت لحد ما حسيت بعدني انا حلم الاخراج وهيدا الدومين بعده براسي، كل ما يرن الألارم الصبح حس أنه أنا كأني راح على الشغل قصاص. أنا ما بدي يكون هيك، أنا ما بدي روح على شغلي قصاص، أنا بدي روح على شغلي يكون أنا عم بستمتع بشغلي. فقررت أني فوت بالسر على الجامعة، قلت لهم عم بدرس، بدي أعمل دبل ميجر، أدرس إعلانات، ما عندهم مشكلة بالإعلانات. فصرت عم بدرس إخراج بدون ما أقول لهم، فوت على البيت حاملة كاميرا، ظاهر فاتي حاملة كاميرا، صاروا يشكوا انه لا انت اكيد عم تعملي اخراج. قال لهم لا، هن لانه في صفوف نحن بالاعلانات انه في صفوف بناخذها هيك اختياري، صفين ممكن نختارهم نحن على ذوقنا. وبما اني انا بحب الاخراج كنت على بالي يعني من ضمن الميجر تبعي اني ادرس هيدا الشيء، لحد ما من قبل ثلاث اربع اشهر قررت انه خلص، لانه صاروا كثير عم بزدوها انه بدهم يعرفوا. قلت لهم تعرفوا شو، ايه انا عم بدرس اخراج وبعد 3 أشهر رح اتخرج، وانا بفهم انه الناس يمكن تحب المخفي، تظهر بالمخفي، بس انه تدرس بالمخفي هيدا حقي، هيدا حلمي انا بدي احققه. حطيتيهم تحت الامر الواقع؟ حطيتهم تحت الامر الواقع. بيركوا هالخطوه؟ خلص كان تو ليت. ما من الاخراج للكتابه 100%. ليه؟ بالصدفه البحت، ليكي انا من انا وصغيره بحب الكتابه، بكتب روايات قصيره، بكتب نثر مكفى، بحب هيدا العالم، بس ما كنت عارفه انه انا حلمي اني يمكن صير كاتبه، انا كان حلمي انه صير مخرجه، يمكن لانه بدي هيدا الدومين ما عرفت وصفه او بتوصيفه، انه يمكن انا كان حلمي يكون بالمسلسلات، اخراج، كتابه، يمكن كنت صغيره ما بعرف.
هل نحن نادين اليوم بعصر الكاتبات؟ أن يعني تعرفي هلا اكتشفت ليتي لانه كذا حدا صار عم يسالني انه صار عندنا كتاب اكثر من البنات اكثر من اكثر نعم. من الرجال انه كلوديا مارشاليان مناطايع ومناطايع وبعدين اليوم نادين وفي كريم رزق الله مزبوط يعني عم تكتر ما بعرف بسوريا قد ايه في يمكن بعده هيدا العالم رجال العدد لا في كثير كمان اجمالا يعني بس انه كان قبل شوي حكر اكثر على الرجال هلا انا حاسه انه النساء لا صاروا اكثر بهذا المجال ليه برايك بتعرفي انسالت هذا السؤال ما عم لاقي له جواب ما فيني اقول انه المراه بتحس اكثر من الرجال هلا انه اليوم هلا انه المراه بعدها بحاجه تعبر اكثر فهي عم بتعبر عبر الدراما يعني عن قضايا يعني بتشوف اذا الموهبه ما لها كريم رزق أنا الله مثلاً. أنا بالنسبة لي الموهبة ما إلها جنس سواء كان رجل أو امرأة يمكن ثاقبت هلأ يلي عم يكتبوا هن هيك لأنه ما فيني أقول أنا المرأة بتحس أكثر من الرجال فبكون عندها يمكن بتفوت بالأحاسيس أكثر لا لأنه الرجال كمان بحس يمكن بدي أقولها هلأ أنه ثاقبت لحد ما يتبين لي العكس لأنه ما فيني الموهبة ما إلها مش لأنه رجال أو مرأة لا الموهبة موهبة هل وقعت كلوديا مارشاليان بفخ التكرار برأيك؟ فشل مسلسلها الأخير برمضان؟ مع محبتي أنا لكلوديا وهي بتعرف أني بحبها كتير يعني ما حضرت أنا صراحة عن جد لأنه أنا كنت عم بحضر مسلسل 2020 وعم بحضر للموت وكنت عم بكتب مسلسل صالون زهرة ما كان عندي الوقت الكافي أني أحضر مسلسل راحوا كتير حضرت سمعتي أو قريتي سمعت أصداء بس أنا لكون فكرة أنا وقلك إياها بدك تكوني أنت حضرت بدي أكون أنا حاضرة وإذا كان عندي شيء سلبي أكيد ما رح أقوله على التيفي من محبتي لإلها بدي أقلها لإلها وبقلها مثل ما هي من محبتها إذا شيء بدي أقلها في أكيد بنحكي دايما هنتك على 2020 طبعا بالموت. هنتني وطلعت صراحة بعتولي مرة لينك برمضان مع فراس حليمة وجه له تحية بعت لي لينك كان عامل مقابلة مع كلوديا وحكي عني بالكتير منيح أنا كنت حكيتها مرة أو مرتين بكل حياتي فتقصدت أني دقلها وأتشكرها شخصيا وعلى دعمها وعلى الحكي الحلو اللي قالته عن جد كلوديا اسم كتير كبير وإنسانة رائعة قبل ما تكون كاتبة رائعة كان في مصطلحات عم تمرق بإفيات يعني ب2020 وبالموت يعني يا صغير وش اخت انت اختي بس الشغل شغل يا عفو الله منهنه ومنهنه مين هيدول يعني نادين في شيء بالنص وفي شيء مش بالنص دائما اجباري الممثل لما ياخذ الشخصيه بده يلبسها بده يعطيها روح بده يقربها منه اكثر هيدا حقه للممثل انه الحق الشرعي له فكانت كلمة منهنة هي اللي اخترعتها نادين نجام واستشرتنا فيها وكتير حبيناها وكلمة يا عفو الله من قصي خولي كلمة يا صغير من ماجي بغصن كلمة أوبا من دانييلا رحمي الشغل شغل لا مكتوبة بالنص هذه طلعت فيها أنا وماجي كنا ماشيين بالسيارة أيه. كان عبالنا أنه في تارم لازم تستعمله سحر لأنه سحر عن جد كاركتير غريب صحيح منه كاركتير نافر بيحمل شو ما حملتيه بيحمل والناس بتتقبله لأنه كاركتير نافر سو كان عبالنا أنه يكون في عنده جملة تعلق وتركب بجميع الحالات فكانت هيدي الكلمة يلي نحن ماشيين بس أنا وياها بالسيارة وطلعت معنا أنت حبيب قلبي بس الشغل شغل, شغل. وساعتها هون كفت هي مثلا انت حبيب قلبي وخي وشريكي بس او الشغل امي بس الشغل شغل صارت موضه يعني فينا نقول صار هلا اي مسلسل بده يطلع جديد صار في ضروره انه يكون في هيك افيه كرمال يمكن يتعلق المشاهد فيه ويصير ترند هي من قبل موجوده هي من قبل ميديا. موجوده ان احنا ما اخترعنا شيء بس وجود السوشيال ميديا اكيد لانه هول الكلمات اللي كانوا عم بيقولوهم هلا بلا الموت كان في عنا حرية أكبر على فكرة غير الأشياء اللي عم تقولون حتى بالنص كان مكتوب أشياء شوي أوزي لأنه جريئة بيحمل الكاركتير الكاركترات هن ولاد شارع تربوا بالشارع فلحتى يتصدقوا ونشوفهم ونحس معهم كان لازم أنا أنزل على الشارع أنزل أحكي لغة الشارع أنا ما عم بحكي آز نادين جابر أنا عم بحكي آز ريم وسحر ريم وسحر يلي ربيوا بالشوارع وكانوا ينشلوا ويسرقوا ويبيعوا ورود
ما في هون يحكوا مثل ما انا عم بحكي انا وياكي، ناس ما تعلموا، ناس ما تثقفوا، ناس بعدين لما صار معهم شويه مصاري جابوا ناس يعلموهم كيف يمشوا وكيف يحكوا وكم كلمه من هون، بس هن بالاصل ولاد شارع لما بتحكيهم بده يطلع الحكي الشوارعي. فهيدا الحكي الشوارعي عمل كثير ترند لانه عن جد كان جديد بالدراما اللبنانيه انه هالقد نزلنا مثل ما بيحكي الشارع المسبات الشوي. هلا ما فينا نزيد كثير مسبات بس لغة الشارع، وهي بتكون قريبة أكثر. هل الإفيهات يعني هي اللي بلشت بالهيبة يعني مع جبل مزهود. لا تهكلي للهم لا تهكلوا للهم، ويعني هيدي المصطلحات مزهود. اللي صارت كمان يعني هالقد منتشرة عند الناس، فحسيتوا أنتوا الكتاب أنه لازم نمشي بهيدا الموضة؟ لا أنا ما كانت للموت كان بيحمل، ما فكرت أنه نعمل ترند. اللي فكرت فيه انه هو الكاركترات بتحمل فيك تحمليهم شو ما كان، فيك تطلعي للاكستريم معهم، لانه شو ما حملتيهم المشاهد ما رح يلومك. نعم. فكان عندي الحريه انه عندي كاركترين جسمهم لبيس، سو شو ما كبيت بيحملوا. فهيدي كانت، والناس حبت هيدا الشيء لانه شافت قديه هني حقيقيه. بما انه عم نحكي عن السوشيال ميديا، نادين جابر على السوشيال ميديا حاضره بترد على كل الناس. مزبوط. اي متى بدك تعيش النجوميه وبدك هيك شويه؟ ابدا بطلت تردي على الكل. ابدا ما بعيش، دائما بيقولوا لي على فكره لانه حيالله حدا اذا حط لي كومنت قلب، انا اكتب اكثر على الانستغرام مش على الفيسبوك. اذا حدا حط لي قلب بجاوب بقلب. بحب الحب يعني. بحط حالي محل هيدا الشخص، مين انا لاتكبر على شخص بحبني او بحب اعمالي؟ يمكن عم يقول لي يعطيك العافيه، معقول ما قال له شكرا؟ حدا سبل لك شو بتقولي له؟ بعمل له بلوك بس، as simple as that. ما بتسبي له؟ لا ابدا ابدا، ما بنزل لمستواه، خليه هو يسب لحاله. نادين الراسي، قلتي جفاء في بيناتكم، شو اللي ممكن يكسر هالجفاء؟ هل تطلبي منا انه تعتذر منك؟ هلا او هل انت ناطره تعتذر منك؟ قبل كنت ناطره، لا هلا ماني ناطره. هلا ليكي مرق الخبريه صار مارق عليها كثير وقت، والوقت بنسي وبقسي بذات الوقت، فخلصت الخبريه. ناطره مني اعتذار؟ لا، لانه هي اصلا منا معتبره حالها غلطانه لتعتذر. انت معتبرتيها غلطانه؟ طبعا انا معتبرت لها غلطانه، هي منا معتبره حالها غلطانه. ما فيني جفا، خلص راح. هلا بشوفها، اذا بشوفها اكيد بسلم عليها بالنهايه، لو شو ما صار بعدها عن رابط ابني وبعدها احلى ذكرى بحياتي واكثر شخص من اصحابي حبيته بحياتي، بتمنى لها كل الخير من كل قلبي. يعني شو رايك من خلال شو القصه هلا هيك بدي اجرب كون على رابط هالصلح؟ انا الصلح يعني ينكسر هالجفاء. انا بالنسبه عن جد من قلبي من جوا ما بقى في، يعني صرت متصالحه مع الموضوع وبيني وبين حالي. متصالحه مع الجفا؟ متصالحه لا، مع الفكره. خلص بطلت تزعجني اني انا حسيت حالي اني بلحظه خذلت. هلا بطلت مخذوله وما بتمنى لها الا كل الخير، وبشوفها اكيد بسلم عليها وببوسها، خلص الموضوع. بس ما بقى في رجع، يعني اللي بينكسر ما بقى يترجع. نادين اليوم كيف تشوفيها بعالم التمثيل؟ وينها؟ لا نادين ممثلة فظيعة فظيعة فظيعة. يعني ظلمت نفسها او الظروف ظلمت؟ الظروف ظلمتها، فوصلت لمحل ظلمت نفسها غصب عن، اكيد مش بارادتها. نادين بحق لها ترجع على الساحة، نادين بحق لها تكون من الصفوف الأولى وتكون مع كل الممثلين. إذا انطرح اسمها بتحبي تكتبي لها؟ ايه واي نوت، أكيد. أنا بتحبي يعني مش إنه ليه لا، بدك طالع على بالك تكتبي لها دور لنادين الراسي؟ عبالي، لأنك بتعرفي قدراتها. أنا عم بحكي قدراتها بتجنن، عم نحكي مهنيا. نادين أفضل ممثلة بشوفها، يعني وصلت لمحل انظلمت. ايه بس اني اكتب لها، حب اكتب لها، بحب انها ترجع على الـ على الـ على الساحه. ونادين جابر تكتب لها؟ اكيد اذا هيك المنتج بده، انا ما بقول لا. نادين جابر شكرا كثير لك، شكرا على صراحتك. ثانك يو. وناطرين اعمال جديده وحلوه
وناطرين للموجز الثاني ان شاء الله. ونحن بنشوف حالنا بالنساء هيك المناضلات المثقفات اللي عم بيقدموا شيء كثير حلو للمجتمع، وانت وحده منهم. ميرسي كثير عن جد، ثانك يو للانا تي في. انا كثير انبسطت اني شفتك فاينلي شخصيا، ما كنت بعرفك شخصيا، بحبك ثرو السوشيال ميديا والتي في، وهلا بقول لك انه ثانك يو كثير عن جد. شكرا لك. شكرا. هيدي كانت قصة صاحبة 2020 وللموت وصالون زهرة وغيرهم، قصة بتشبهها إلى وحدة، والحكم إلكم.